البداية ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية. عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه المشير عبد الفتاح السيسي عام 2013 على وقع الفوضى والانفلات الأمني، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوى والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه. التقرير التالي سكينة عليتو يرصد الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر. قام الجيش بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور، وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. أجرى اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مكالمة هاتفية مع أخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن قائدي البلدين ركز خلال هذه المكالمة على متانة العلاقات المغربية المصرية وتجدرها والأبعاد التضامنية التي ما فتئت تطبعها، مؤكدين على التزامهما بصيانة هذه العلاقات من أي محاولات للمس بها أو التشويش عليها. أنت معنا ولا مع الآخرين؟ لا معاكم. ولكن نحن هم الآخرين. أنا معاكم.